بعد كده هنبدأ يونت 3. السؤال الأول: complete the sentences with these words. عايزين نكمل الجمل بالكلمات دي. الاختيار اللي على معاني الكلمات. عند الكلمة الأولى اسمها ايه؟ initiative. initiative بدائي. الكلمة التانية activities. activities أنشطة مهارات. تالتة amazed. amazed مندهش. amazed معناها مندهش. amazing بقى معناها مدهش. amazing معناها ايه؟ مدهش. و neighborhoods يعني جيران. neighborhoods معناها ايه؟ جيران. و work يعني عمل او يعمل. لما قول the decent life will continue to help people in poor ايه؟ the decent life أعمال خيرية اسمها ايه؟ decent life ايه؟ activities. activities. decent life activities will continue to help people. ما تكتبش خالص دلوقتي، انت بقى تسمع وبعدين تبقى تحله تاني واشوفه محلول. will continue to help people in poor. هتساعد الناس في المقاطعات المجاورات الفقيرة اللي هي ايه؟ neighborhoods. اسمها ايه؟ neighborhoods. around the country it plans to help to find. هي بتساعد لكي نجد 4 more than 5 million young people. بتساعد ان احنا نلاقي ايه لأكتر من 5 مليون شخص. نجد ايه؟ work. نجد عمل. يبقى find work. 4 more than 5 million people young people. that really is an plan. والكلام ده بيكون خطة ايه؟ مندهشة ولا مدهشة؟ مدهشة. تبقى amazing. تبقى ايه؟ amazing. ده كده number one. ننزل على number two. كلمات الموجودة local دي اسمها ايه؟ local. local محلي. network شبكة net. I'm going to show. I'm going to show. ده اختياري على الأزمنة. ديت going to show سوف يعرض، وديت is showing يعرض. ودي four وديت two. لما قول thanks you، لا احنا هنخليها thank you مش thanks. thank you all coming. thank you بيجي بعدها ايه؟ for. يبقى thank you for، وفور طبعا بيجي بعدها الفيرب انتهى ب ing. يبقى thanks thank you all for coming to the meeting. I ديت I فاعل، يبقى عاوزين نجيب بعدها فعل verb. الفعل واحد من دولت، يا اما am going to show يا اما is showing. هي I بيجي معاها ايه؟ am going to show. you a page on the whiteboard. it's a website for the. هوريكم صفحة على الوايتبورد. ديت موقع ل community. community مجتمع محلي. محلي يعني ايه؟ local. يبقى local اسمها local community. to share ideas called a social اسمها وسائل التواصل اسمها social ايه؟ network. اسمها social network.
service page, we are going to start. One, two, is anyone interested in helping? ماشي ده كده number two. نيجي على القطعة number three. Number three الكلمات الموجودة help. دي اسمها ايه؟ help. help معناها ايه؟ معناها يساعد، معناها مساعدة أو يساعد. however معناها مع ذلك، بتاعت التناقض. repair معناها يصلح. helping هنا help وهنا helping، يبقى ديت اختياري على القواعد. هنشوف احنا هنختار help ولا هنختار helping. بعد كده furthermore بالعلاوة على ذلك، بالإضافة إلى ذلك. وبراود فخور بيه. لما هو الفيرست اللي let me say how we are of the castle in our town. هو الفيرست let me say how we are of the castle in our town. دعوني اقول لكم كم نحن فخورين بالقلعة الموجودة في المدينة بتاعتنا. فخور يعني ايه؟ فخور يعني اسمها براود. اسمها ايه؟ براود. يبقى هاو براود we are of the castle in our town. however it now needs some work. معناها دلوقتي محتاجة بعض العمل. At our community meeting في الاجتماع بتاع المجتمع بتاعنا we decided to improve the castle. قررنا ان احنا improve نطور نحسن. improve ايه؟ the castle. we are going to get some builders. احنا هنروح نجيب بعض البنيين. to the walls علشان البنيين هيعملوا ايه من الكلمات اللي فوق دي؟ يعملوا help ولا repair the walls؟ repair. القلعة بتبقى الجدران بتاعتها خلاص قديمة، يبقى بنجيب ناس ترممها، اسمها repair. repair the walls. children at the school are going to. children at the school. اقول ايه عايزين كلمة هنا علاوة الى ذلك. علاوة الى ذلك اللي هي ايه؟ furthermore. اسمها ايه؟ furthermore. اسمها furthermore. furthermore. children at the school are going to clean up the rubbish. الأولاد اللي في المدرسة هيساعدوا في رفع القمامة. يساعد يعني ايه من الكلمات اللي فوق دي؟ to. اقول بعدها helping ولا help؟ to help. بعد كده number five عندي experiments معناها تجارب. experiments معناها ايه؟ تجارب. تجارب. we have الفعل have و are برضو فعل. plane معناها ايه؟ انا الطائرة طيارة. we instrument يعني آلة او أداة. we experiences تجارب او خبرات. لما أقول I asked the people in my class اسمها إيه؟ asked the people in my class about there. about there. لما أقول أنا سألت الناس اللي في الفصل عندي عن خبراتهم. about there الخبرات أقول experiments ولا experiences؟
اقول ايه؟ experience. experiences. most people in the class have played a musical. معظم الطلبة في الفصل عزفوا على آلة موسيقية. أداة أو آلة موسيقية اسمها musical. اسمها musical instrument. not many people have ridden a horse or slept in a tent. ما فيش ناس كتير لا ركبوا حصان ولا ناموا في خيمة. even fewer people وناس أقل snorkeled. snorkeled ديت أقول قبلها R ولا half. هي انتهت بأي إن جي ولا تصريف تالت؟ أي إن جي ولا تصريف تالت؟ أو التصريف التالت بيجي قبل منه هاف ولا آر؟ هاف snorkeled. most people in the class have never traveled by plane. مفيش. معظم الطلبة سافروا بلين. but حازم has traveled by. لكن حازم سافر بإيه من دولت؟ three times. بلين اسمها بلين. ده كده القطعة four. number four. نيجي بعد كده على number five. encourage معناها ايه؟ معناها يشجع. encourage معناها ايه؟ يشجع. و visitors معناها ايه؟ معناها زوار. visitors زوار. و plant معناها ايه؟ plant معناها نبات. plant. و pollution التلوث. pollution معناها ايه؟ تلوث. we interested معناها ايه؟ معناها مهتم. interested معناها ايه؟ مهتم. we interesting معناها شيق. دي كلها كانت صفات عندنا اتحفظت. لما اجي اقول to keep our environment clean we must. علشان نحافظ على البيئة نظيفة يجب أن some trees نزرع بعض الأشجار. نزرع اسمها إيه؟ plant. plant لما بتستخدم كاسم معناها نبات. لما تستخدم كفعل معناها يزرع. some trees along the streets على طول الشوارع. it will help with الأشجار دي هتساعدنا في ايه من الكلمات دي؟ هتساعدنا في الايه؟ هتساعد في البوليوشن تلوث. with pollution هتساعدنا في التلوث. and also encourage وهتشجع more وهتشجع زوار كتير لمدينة بتاعتنا. زوار يعني ايه؟ فستور. visitors to our town who is enjoying our project. ديت كلمة ايه؟ is. هيجي بعدها يا إما interesting يا إما إيه؟ interested. وهم الاتنين بيجوا بعد إز هنا علشان إحنا عاوزين صفة. بس هنا مع العاقل بنتيجي الصفة اللي بتنتهي بإيدي. تبقى إيه؟ interested. interested.
in joining our project. ده كده الأسئلة الأولى على unit 3 اللي هي على الكلمات اللي قطعة بتيجي في 6 كلمات وأربع فراغات. الفراغات بيكون فيهم واحدة على القواعد والثلاثة التانيين على معاني الكلمات. بعد كده نيجي على الجمل بقى اللي هي choose the correct answer. أول حاجة على الفوكاب على معاني الكلمات. لما أقول I always my friends to play chess with me. It's a great time. أنا دايما أصحابي إن هم يلعبوا تشيس معايا. Deliver ولا volunteer ولا interview ولا encourage. نختار إيه؟ encourage. معناها إيه encourage؟ معناها يشجع. Number two, a or an woman is climbing up the stairs with difficulty because she has weak knees. ست أو امرأة بتتسلق سلم طلع السلم بصعوبة. Because she has weakness لأن ركبها ضعيفة. اللي ركبها بتكون ضعيفة دي تبقى هي ست إيه عجوزة ولا لسه صغيرة في السن؟ وعجوزة يعني إيه من دي adult ولا infant ولا strong ولا elderly؟ عجوزة يعني إيه elderly. The town doesn't have facilities such as swimming pools. لما قلت the town doesn't have في المدينة بيكونش فيها facilities زي swimming pools. اسمها leisure ولا free ولا busy ولا funny. اسمها ايه؟ leisure facilities. Are there for the elderly and disabled people? Are there hidden guests ولا results ولا facilities ولا differences؟ Are there any facilities؟ في تسهيلات. بعد كده number five. The Decent Life Initiative to improve the quality of public services. لما اجي اختار كلمة تهدف إلى. تهدف إلى عن provides ولا looks ولا aims ولا repairs. اسمها ايه؟ اسمها aims. وهي اللي بيجي بعدها to. If you run in the park every week. لو انت جريت كده في الحديقة كل أسبوع it will really a difference to how healthy you feel. كلمة difference بيجي معاها make ولا do؟ ها؟ make a difference. What time are they going to the new washing machine? What time are they going to لما أقول الساعة كم هم هيوصلهم؟ يوصل يعني plan ولا deliver؟ to deliver the new washing machine. The Decent Life Initiative will make a difference. They make a difference to people who live in areas. Decent Life Initiative will make a difference to people. هتعمل اختلاف فرق هتعمل فرق عند الناس اللي عايشين في المناطق الريفية. ريفية يعني رولر ولا رولر ولا رورال ولا رول رورال. We should help improve our environment our pavements to be. يجب ان احنا نطور الارصفة بتاعتنا to be for the disabled علشان تبقى مناسبة للمعاقين. مناسبة دي يعني accessible ولا horrible ولا impossible ولا sensible. مناسبة accessible. يعني accessible to
means to take a letter or package to a building. لما واحد ياخد خطاب او طرد للمبنى ده اسمه deliver ولا encourage ولا discuss ولا فيه ال... deliver التوصيل. There are lots of activities for young people such as volleyball and tennis. الأنشطة دي بنسميها ايه؟ activities. And volleyball وtennis. بقول عليهم hungry activities ولا careful ولا sports activities. Sports. بعد كده number 12. The school is up. The school is up new lights in the playground. بتثبت أو بتضع أعمدة إنارة في الملعب. Or writing, or booting, or reading, or studying. Boot up. You feel when you don't expect something strange or unusual. الواحد بيشعر بإيه لما ما يكونش متوقع حاجة غريبة أو غير عادية هتحدث. يبقى الواحد بيكون excited ولا interested ولا bored ولا surprised. بيكون ايه سربرايزد بيكون مندهش حاجة غريبة حصلت حاجة غير عادية يبقى بنبقى مندهشين منها. You can make a when you have a good effect on a person. انت بتعمل ايه لما يكون ليك تأثير على شخص. Place مكان or situation او موقف يعني بتغير من الشخص او بتغير من الموقف يعني اسمها make a reference ولا difference ولا heading ولا reason اسمها ايه difference. The initiative has helped more children to have a better by building schools. المناطق البدائية دي ساعدت أطفال كتير إن هم يعيشوا إن هم يكون عندهم إيه أفضل عن طريق بناء المدارس. المدارس بيكون فيها health ولا education ولا situation ولا neighborhood. المدارس بيكون فيها تعليم. ده كده حلينا لغاية number 15 على الكلمات. ننزل كده نلاقي في عندي بعد كده دولت كده لغاية نمبر كام لغاية 35 هنلاقي بعد كده الأسئلة اللي على السينونيم وإحنا قلنا قبل كده سينونيم اللي هو مرادف الكلمات. Near and close are كلمة near وclose. Near قريب close قريب يبقى كده بيكونوا سينونيم ولا أنتونيمز بيكونوا إيه سينونيمز. Has the same meaning of upset. عاوزين كلمة من دولت لها نفس المعنى بتاع upset. Content ولا disappointed ولا narrow ولا light. اسمها ايه disappointed. The synonym of the word wide. مرادف wide. Wide يعني واسع أو عريض. Synonym مرادفها large. Small, narrow, short. بيكون ايه؟ large. Wide السينونيم مرادفها large. لكن narrow دي عكسها. The word leisure has the same meaning of كلمة leisure دي لها نفس المعنى بتاع pressure ولا stress ولا relaxation ولا A and B. مرادف ايه relaxation. Kind has the same meaning of كلمة kind ليها نفس المعنى بتاع unkind ولا afraid ولا frightened ولا friendly. عايزين نختار كلمة means to say hello to someone معناها
بتقول هلو لشخص، هل ده اسمه جريت ولا جريت ولا جرو ولا كفر؟ اسمه ايه؟ جريت. ونفرق بين جريت جي ار اي اي تي معناها يحيي، وجريت جي ار اي اي تي معناها عظيم. The synonym of the word fail مرادف fail. fail معناها يفشل، يبقى مرادفها miss ولا fall ولا pass ولا A and B. miss و fall يبقى A and B. right is a synonym of، كلمة right ده اللي معناها صواب أو يمين، بتكون مرادف لي correct ولا light ولا left ولا formal، مرادف لإيه؟ على correct، علشان يعني معناها صح أو سواء صواب، يعني الإجابة صح يعني. بعد كده number 9، the word is formal and official. كلمة formal و official ده هيت are antonym ولا have the same meaning ولا are prefix ولا have two different meanings. كلمة formal وكلمة official. official يعني رسمي وformal يعني رسمي، يبقى بيكون لهم نفس المعنى ولا معنى مختلف؟ نفس المعنى. يبقى اقول عليها are antonym ولا have the same meaning. the two words joy and pleasure. كلمتين دول joy and pleasure are synonyms of the word، بيكونوا الاثنين كده مرادف لكلمة happiness ولا sadness ولا helpless ولا useless. مرادف لإيه؟ اسمها happiness. اسمها happiness. happiness. بعد كده means keep in mind، معناها موجود في ذهني. هل هي remember ولا forget ولا شكرا remember ولا forget ولا succeed ولا remind؟ اللي لسه موجود في الذهن يعني فاكره، وفاكره يعني ايه؟ remember. بعد كده the opposite، بعد كده هنيجي على الانتونيم اللي هو عكس الكلمات مضاد الكلمات. the opposite of official is informal ولا suitable ولا warm ولا wrong. مضادها بيكون ايه؟ informal. احنا فوق قلنا official بتساوي formal، formal يبقى عكسها informal. the antonym of the word helpful is، antonym مضاد كلمة helpful متعاون، useful sadness happiness helpless. مضادها helpless. helpful متعاون، helpless بلا فايدة. the word is correct and incorrect. دي correct ودي incorrect تبقى عكسها، يعني synonyms ولا antonyms؟ antonyms. the opposite of ill، عكس ill بيكون well ولا will ولا wall ولا will. عكس مريض سليم صحيح، وصحيح دي اسمها ايه؟ ويل. ونركز ويل هنا W E L L. بعد كده number 5، the antonym of the word poor، مضاد poor، needy ولا rich ولا wealthy ولا B and C؟ B و C اللي هي rich و wealthy، غني و ثري. the opposite of remember is،
opposite عكس. عكس remember. Forget ولا remind ولا keep in mind ولا study. From اسمها forget. The antonym of strange is عكس كلمة strange. وسترينج معناها غريب. يبقى عكسها طبيعي. عكس strange بقى طبيعي اللي هي normal ولا abnormal ولا unusual ولا difficult. The weirdest deliver and receive. كلمة deliver و receive بيكونهم synonyms ولا antonyms ولا opposites ولا B and C. عندي receive يتسلم و deliver يوصل. ده اللي بيتسلم الحاجة يعني بتروح له، ده اللي بيوصل. يبقوا بيكونوا مضادات وعكس. The word is the opposite of the word far. كلمة ايه من دولت هي عكس كلمة far. اسمها ايه؟ near. بعد كده هنيجي على suffix والprefix. suffix والprefix to give the opposite علشان نجيب عكس كلمة usual. بنضيف لها البريفيكس ir ir ولا in ولا un ولا m. بنضيف لها ايه؟ unusual. The noun health. الاسم health can be an adjective. ممكن نحوله الى صفة by adding ان احنا بنضيف له ly ولا ed ولا ing ولا y. اسمها healthy. We can make an adjective. ممكن نكون صفة from the word amaze. من كلمة amaze يدهش. By adding the suffix. ان احنا بنضيف suffix y ولا ing ولا ed ولا b and c. بعد كده we add ness. بنضيف ness to the word weak. لكلمة weak علشان نكون او نشكل verb ولا noun ولا adjective ولا adverb. عشان نشكل ايه؟ noun. weak ضعيف. weakness الضعف. The prefix البديهة النين من دولت gives the opposite of pleasant. بتدي عكس كلمة pleasant. ايه اللي بتتحط قبل pleasant علشان نحولها الى العكس؟ un ولا ir ولا m ولا in. بنحط لها ايه؟ the word happy is او كلمة happy دي بتكون verb ولا noun ولا adjective ولا adverb؟ the adjective warm. الصفة warm can be an adverb. ممكن نحولها الى ظرف لما بنضيف لها ed ولا ing ولا er ولا ly. اي صفة بنحولها ظرف ان انا اضيف لها ly. to give the opposite of the word formal علشان نجيب عكس formal we add the prefix. بنضيف البادئة in ولا m ولا un ولا this. formal un. بنضيف لها ايه؟ in. لسه قايلين من شوية اسمها in formal. طيب بعد كده هنيجي على guessing meaning from the text. والسؤال ده معناه تخمين معنى الكلمة من سياق الجملة. هيلين روت ليترز تو ذا نيوز بيبرز. هيلين كتبت جوابات للجرايد. ويتش بروت ميني جينيروس ريبلايز. وجابت ردود سخية كريمة.
which made him very happy. اللي خلتها سعيدة. The word generous. كلمة generous بقى معناها. معناها kind ولا unkind. ولا bad ولا stupid. Generous كريم. بتدي معنى ايه؟ كريم. kind. بتدي معنى ايه؟ kind. I didn't take a long time to buy groceries because the supermarket is closed. انا ما خدتش وقت كتير علشان اشتري الجروسريز لان السوبر ماركت كان قافل. From here is closed. Sorry, is closed from here يعني قريب من هنا. The word close, كلمة close دي معناها open ولا shut ولا far ولا near. There isn't a supermarket nearby. مفيش supermarket قريب. The underlined word means كلمة nearby معناها close ولا close ديت ولا close دي ولا remote. معناها ايه؟ isn't nearby ما بيكونش قريب ولا بيكونش قريب ده بيكون ايه؟ ريموت بعيد. احمد had لا ده احنا هنخليها close ما بيكونش قريب. Close بتساوي nearby. احنا عاوزين اللي بتدي المعنى لكن لو شلنا النفي مع nearby هنقول remote. احمد had a swimming race in the sea. Suddenly a shark attacked him and he lost a part of his body. كان في مسابقة في البحر والشارك هاجم عليه واكل جزء من جسمه. This perhaps means that احمد ده معناه ان احمد won the race فاز بالسبق ولا like sharks بيحب الشاركس ولا has one leg now ولا couldn't find his way in the sea. معرفش طريقه في البحر ولا فقد رجل ليه رجل واحدة دلوقتي. بقوله فقط جزء من جسمه يبقى has one leg now. فقط جزء يبقى له رجل واحدة دلوقتي. بعد كده I am sure a woman with intelligence will shock you. This means that this woman will. لما أقول أنا متأكد إن في ست كده ذكية هتصدمك. ده معناه ان الست دي سوف سربرايز يو ولا هيت يو ولا هيلب ولا سيرش فور تصدمك يعني ايه سربرايز. بعد كده نمبر 6 نور ستارتد هير اون افتر فينيشينج يونيفرستي. نور ده هي نور ده هو بدأت عملها بعد ما خلصت الجامعة. عمل يعني ايه؟ بزنس. نيجي على السؤال اللي بعد كده ده اللي هو complete the sentence اللي هو على القواعد اللي هم خمس جمل بيكون عليهم خمس درجات. Number one, we decorated the house for the party. It be tomorrow. القاعدة الموجودة هنا اللي هي بتاعت المضارع المستمر we going to. نوت لما اقول we decorated the house احنا خلاص زينا البيت for the party للحفلة. it نبقى دي بي دي هنستخدمها في التركيبة بتاعت going to. يبقى اقول it ايه going to اللي هي is going to وبعد تو بنجيب المصدر اللي هو ايه؟ بي.
Sitting on the beach is very. Sitting on the beach كان جالنا جملة زي دي كده دلوقتي اسمها sitting on the beach is very